يا الله رضى علينا على والدينا ولا قتلنا واحد من الصبح. دبور هذا اليوم دبور شكله. يعلم الله بوجه من اصطبحت. اها صباح النور. يا مرحبا صباح الفوق. كيف الحال؟ الحمد لله. من هو هذا؟ من؟ اشي تدخل اليمن؟ هكذا اشي تدخل اليمن من باب الطاقة؟ طبيعي. كيف طبيعي؟ ما هو ممنوع تدخل اليمن؟ من انت لو ما تدخل اليمن؟ ما اعرفنيش؟ ما اعرفش احد، انا ما اعرف الا السيد، ما اعرفش حتى امي. انا اشهر شخصية في العالم الان. الله، من؟ السيد عبد الملك؟ ما بش الله هو اشهر شخصية في العالم. لا. من؟ كورونا، ما عرفتنيش. كورونا من هذا؟ فيروس كورونا. فيروس كورونا، آه الفنان فيروس. السمع علينا التايوان. لا. فيروس كورونا أخطر وأرعب شخصية حاليا. الله، فيروس كورونا هذا. الله عرفتك. فيروس كورونا اللي شغلت الدنيا والإعلام والقنوات وغلق والمطارات ما شاء الله. أيه وما تشي تدخلت على اليمن؟ طبيعي. أقوم بعملي. ما عملك؟ طبعا أي مشرف قول لي أول. مشرف؟ أيه. لا لا لا. كان كيف؟ شوف أنا لازم أقوم بمهمتي وعملي على أكمل وجه. أنتشر بين الناس. كيف أنتشر؟ أنتشر أنا؟ كارويني كيف أنتشر؟ لا لا لا. انتشر في اوساط المجتمع. لحظة اعمل لي برداقة لاجل اركز معك. ايش هذا؟ هذا علاج كورونا. والله ضحكتني. اضحك ما يضحكك. ما قد اكتشفوش علاج كورونا الى حد الان. ابرد لك من المجبرة هذا. ما عاد تدخل على اليمن. ايش تدري؟ من الرعب بعد ما انتشر بين الناس لازم يجلسوا في بيوتهم. ايوه وبعدين؟ وبعدين لازم يغسلوا يعقموا. خوف. يا شاء الله. وبعدين كمل. وبعض الناس انا ممكن بذات الاعمار الكبيره ممكن اموتهم. ما شاء الله. وبعدين؟ بس هي لحظه ابزق. صلينا على رسول الله. يسمعني. قلت لي داخل اليمن عشان الناس يجلسوا في بيوتهم صح؟ أيوه. ما شاء الله عليك. أنا بين أخرجهم من بيوتهم وأفجر البيت، وبعض الحين أفجر البيت وهم داخل. أنت؟ أيوه. وبعدين أنت قلت شي تدخل تخليهم يتغسلوا ويتنظفوا. أنت تعرف كم قلت لي من الغسال؟ كم؟ قال لي سنة. ما بنتغسل إلا بتوجيهنا السيد. وإذا ما وجهنيش السيد وتغسلت أمرض. وأنت شين أمرض؟ أنت جاي تقتلنا تغسل تنظف. من هو هذا السيد؟ لك من هذا السيد رجعي؟ ما تعرفش السيد؟ سيد علم الأمة رمز القمر المنير ابن 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 لهانة. لا 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 ما أعرف. طيب خليني أقوم بعملي يلا. شو خلني أقبل؟ اشبر الله على هاتك ذحين وما أخلي كل كورونا الحال. اسمعني ذحين قلت لك وأنت قلت لي إنك بتقتل بتموت الذي عمره من 65 والمرضى. أنا يا حبيبي أنا بنقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار الكل وبنشرد. قل لي أنت بتأخذ منهم ايش وتحاربي؟ بتأخذ حق يوم الولاية ويوم فاطمة ويوم كل الملابس والمولد تبع المولد؟ لا والله. بس أنت أخضر شكلك تبع المولد. عندكم ما بش عندكم مولد؟ لا 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 بريء أنا من الحاجة. أي ما تجي تفعل؟ قد بنقوم أنا أفضل منك يعني قتل وتشريد وكل شيء ما تقول تفعل. الحوثي بيقوم بهذا كله؟ وأنت جاي تفعل يكتلنا قتل يفجر بيوت ومساجد ودور قرآن ومساجد وكل شيء ونزرع الغاء. ما انت بتزرع الغاء؟ لا. يا هل تقدر تقنص؟ ما استخدمت سلاح من قبل. وسمى كورونا على ايش؟ وباء وجائحة وشغل والعالم وغلق ما انش داري كيف؟ من انجيت الهيبة هذا؟ كل هذا بيقوم به الحوثي؟ واكثر. لا 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 حرام عليك. ليش؟ اتقوا الله خافوا الله في هذا الشعب المسكين. حرام عليكم. انا كورونا وما اسوي انا حاجه. ليش؟ انا اخطر فيروس في العالم وما اسوي انا الجرائم اللي بتسووها. ايوه ما عاد باقي. خرج قلبي. معك سلاح؟ كمل. يعني الان انا حوثي؟ انا حوثي وافتح يا ما بفتح. خاطرك